السلام عليكم. أنا اليوم بالمستشفى مع البت الهدى، وقاعدة النسوان قاعدين بالانتظار مع العمليات. ردت المرية قالت هاي حية، الحية وين؟ وي الشمعة الداوية. لولا هي هذا ردت الثانية علي قالت هاي أنا من أمس شايفة الحية. قمت عليه لا، قمت بعوتيتي، قمت ها باوعد على الشمعة، هيك باوعد على الشمعة ما حية. شوية طلعت الحية، طلعت الحية، هي الحية ها طقيتها بعوتيتي، وقعت الحية قدامي، وقعت على الحية وكتلتها وطلعتها وخذاها مني المحاسب وذبحها بالحاوية. ما اعطاني اياها، قلت له اعطيني اياها، قال لي لا. شنو ايش بيها؟ ترضين اسوينها حرز؟ قلت له لا ما اسوي حرز، اعطيني اياها، قال لي لا. ما اعطاني اياها، خذها المحاسب ومشي ذبحها بالحاوية، ما ليش ذبحها.